أنتم على قناة الأولى مباشرة، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة وتتابعون في أبرز العناوين. جلالة الملك يجري اتصالا هاتفيا مع والدي الطفل الفقيد ريان الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر يوم الثلاثاء الماضي. أعرب فيه جلالته عن أحر تعازيه وأصدق مواساته في فقدان فلذة كبدهم. الحادث المأساوي للطفل ريان يخلف حزنا كبيرا وتضامنا واسعا مع أسرة الفقيد، ويكشف عن وجه آخر من أوجه التآزر المترسخ بين المغاربة خلال الفترات الصعبة. الرفع من عدد الوحدات المتنقلة للتلقيح لتقريب العملية من الفئات المستهدفة كما هو الحال بمدينة الرباط. أهلا بكم من جديد. على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله اتصالا هاتفيا مع السيد خالد أورام والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد الذي وفته المنية بعد سقوطه في بئر. نتابع بلاغ الديوان الملكي. فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي. على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله اتصالا هاتفيا مع السيد خالد أورام والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر. وبهذه المناسبة المحزنة أعرب جلالة الملك نصره الله عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء في فقدان فلذة كبدهم. وقد أكد جلالته أعزه الله بأنه كان يتابع عن كثب تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا. كما عبر جلالته حفظه الله عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية والفعاليات الجمعوية، وللتضامن القوي والتعاطف الواسع الذي حظيت به أسرة الفقيد من مختلف الفئات والأسر المغربية في هذا الظرف الأليم. وفي الختام أكد جلالة الملك لأسرة الفقيد سابغ عطفه وموصول عنايته. ونتابع الآن تصريح السيد خالد أورام والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر بعد تلقيهما الاتصال الهاتفي لجلالة الملك. الله ينصر جلالة الملك، الله يطول عمره، ونتمنى هاد الناس اللي يوقفوا معنا، هاد رجال السلطة والدرك الملكي أمن الوطني، كل شيء كنشكروهم جزيل الشكر، والحمد لله أعطى من أعطى وأخذ من أخذ. الله يرحمكم ويدي الله يجازيكم بخير. شكرا. كنشكر جلالة الملك، كان الله ينصر على سيدي والله يخليه على سيدي. الحمد لله هادشي كان مكتب علينا وهادشي كان مقدر علينا، الحمد لله. كنشكركم كاملين، داير مجهود ديالكم كاملين معانا، والحمد لله على كل شيء. حادث سقوط الطفل ريان رحمه الله في الثقب المائي منذ 5 أيام حادث تابعته وسائل الإعلام من كل الأقطار، وتابعه المغاربة بترقب منذ لحظة الإعلان عن سقوطه في الثقب المائي يوم الثلاثاء الماضي وحتى لحظة إخراجه. شريط الأحداث يستعرضه لنا تقرير رضا عمو. الزمان عصر الفاتح من فبراير الجاري. المكان الجماعة الترابية تمروت بإقليم شفشاون. هنا بدأت تفاصيل قصة ريان ذو 5 سنوات. الذي سقط وعلق على بعد 32 مترا في قعر حفرة مائية يصل عمقها 60 مترا.
حادث خلف حالة استنفار لدى ساكنة دوار إغران. وفور علمها بالواقعة السلطات العمومية حلت بعين المكان مسخرة كل الوسائل اللوجستية والبشرية للتدخل على عجل بهدف إنقاذ الطفل ريان. جهود الإنقاذ لم تتوقف إلا بالوصول إلى مكان الطفل. رغم صعوبة عمليات الحفر والجرف التي تختلف من عمق إلى آخر بسبب اختلاف مكونات التربة ووجود الأحجار، الحادث سرعان ما أصبح حديث كل المغاربة. وقد تم حفر الحفرة الموازية للبئر من طرف الجرافات بمواكبة من السلطات الإقليمية والوقاية المدنية على أمل الوصول إلى العمق قبل أن تنطلق أشغال الحفر الأفقي لصنع فجوة تربط الحفرة بالبئر وانتشال الطفل ريان. طائرة مروحية طبية للتدخل العاجل تابعة للدرك الملكي رابطت بعين المكان لنقل الطفل ريان إلى المستشفى مباشرة بعد إخراجه، بالإضافة إلى تعبئة سيارة إسعاف وطاقم طبي يتقدمه طبيب مختص في الإنعاش. كل الوسائل الضرورية لإنجاح جهود الإنقاذ سطرت وفق برنامج أحدث من طرف لجنة اليقظة والتتبع، والتي وضعت سيناريوهات لتدبير عملية الإنقاذ مع دراسة كل المخاطر المحتملة بما فيها عملية الحفر الأفقي لإنقاذ الطفل ريان، والتي تواصلت ببطء لتفادي أي انجراف للتربة قد يعيق عملية الإنقاذ. تم انتشال جثة الطفل ريان الذي سقط في الثقب المائي الضيق والعميق، وهو الذي لم تسعف معه عمليات البحث الحديثة والتي اكتست طابعا استثنائيا، حيث سخرت معدات وإمكانيات بشرية ولوجستيكية في لحظات حبست أنفاس كل المغاربة، والتي تواصلت على مدى 5 أيام لإخراجه. وبالمواساة مع جهود الإنقاذ، الأطقم الطبية والصحية رابطت بعين المكان مجهزة بأحدث المعدات وسيارة الإسعاف وطائرة مروحية طبية تابعة للدرك الملكي للتدخل العاجل بهدف نقله للمستشفى وتيسير عملية الإسعاف والتدخل الطبي والجراحي الفعال في جميع الظروف. كل ذلك لم يسعف إنقاذ حياة ريان. رحمك الله يا ريان، وإن لله وإن إليه راجعون. حالة من الصدمة تسود في المغرب عقب انتشال الطفل ريان ميتا من قاع ثقب مائي بعد 5 أيام على سقوطه فيه عرضا. وفي مؤشر على التأثير الكبير بهذه المأساة، تدفق عدد كبير من رسائل التعزية التي تتقاطر من العالم من رؤساء دول ومشاهير وفنانين بجميع اللغات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كلهم عبروا فيها عن تضامنهم ومواساتهم إثر هذا الحادث لكافة الشعب المغربي وللمنقذين الذين لم يدخروا جهدا للوصول إليه، داعية أن يلهم الله عز وجل أهله وذويه الصبر والسلوان. كما نعت شخصية عالمية وأندية رياضية وسفارات أجنبية بالرباط ريان رحمه الله، الطفل ريان رحمه الله. قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أمام القمة الإفريقية 35 اليوم بأديس أبابا عرضا موجزا للتقرير الذي أعده جلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته رائد الاتحاد الإفريقي للهجرة. السيد بوريتا أوضح أن هذا التقرير يسلط الضوء على القضايا الرئيسية المتعلقة
بتفعيل المرصد الإفريقي للهجرة وعلى تأثير الجائحة على وضع الهجرة في إفريقيا. التقرير يوضح أن افتتاح المرصد الإفريقي للهجرة في دجنبر 2020 بالرباط باعتباره أول هيئة للاتحاد الإفريقي تتخذ من المغرب مقرا لها. وزير الخارجية يضيف أن هذا التقرير فرصة لإدماج حكومة أو حوكمة الهجرة في إفريقيا في إطار منظور الانتعاش لما بعد جائحة كورونا وكذا تنفيذ ميثاق مراكش. في موضوع آخر، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس عن تسجيل 2067 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3987 حالة شفاء و35 حالة وفاة. أما بخصوص الحملة الوطنية للتلقيح فقد بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثالثة 4,719,380 شخصا، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23,103,194 شخصا مقابل 24,676,228 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. ولتسهيل عملية التلقيح وتقريبها من أكبر عدد من المواطنين تم تسخير مجموعة من الوحدات. إحدى هذه الوحدات حطت الرحال بالمدينة العتيقة بالرباط. روبورتاج سكينة هاشمي وأمين شرقاوي. الخيمة تحط رحالها هنا بالمدينة العتيقة بالرباط. هنا مركز تسوق رئيسي للساكنة، والخيمة أقيمت لتسهيل الولوج لخدمات التلقيح وتخفيف الضغط على المراكز. ولضمان سلاسة العملية ومرورها في أحسن الظروف، تم تجنيد مجموعة من الأطر الطبية لخدمة المواطنين. تم إنشاء هذا المركز بسوق سيدي فتح من أجل تقريب عملية التلقيح للمواطنين، وخاصة العدد الأكبر اللي مستفد من هذه العملية هما الباعة ديال هذا السوق، وكذلك الناس اللي كيجيو يقضيو الأغراض ديالهم ثم كيمروا علينا باش يستفدوا من التلقيح. خيمة التلقيح تشهد إقبالاً من طرف مختلف الفئات العمرية المؤهلة للتلقيح من أجل تلقي الجرعات المعتمدة، خاصة الجرعة الثالثة. ضربت الأولى والثانية واليوم الثالثة. يا ولا هذا المركز على ود قريب ليا، أنا تسكن في سكاوي السويقة. ودابا الله ماك الحمد، الدنيا هانية والدنيا متسعة، ما كاين لا زعام لا حتى شي حاجة. نزيد ندير الثالثة. كنت ضربت جوج ودابا هادي الثالثه، علاش ما نضربات؟ هذا المركز قريب للسكن ديالنا، جيت ندير الجرعه الثالثه باش نحمي راسي والعائله ديالي. الخيمه المتنقله تروم توسيع الاستفاده من التلقيح لكل شخص لم يتمكن من التنقل نحو المراكز الصحيه في اطار تقريب عمليات التلقيح من المواطن، والهدف تحصينهم ضد الفيروس ومكافحه انتشاره. مزيد من التوضيحات تنضم إلينا مباشرة من مدينة خنيفرة السيدة سهام أيت حماد، رئيسة خلية الأوبئة بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بخنيفرة. مرحبا بك سيدتي. إذن بداية، كيف تقرؤون المؤشرات الوبائية الحالية في بلادنا؟ ثم أين وصلت موجة أوميكرون؟ وما هي التفسيرات التي لديكم للمنحة الوبائية الوطني في الأسبوعين الأخيرين؟ السلام عليكم. بالنسبة للموجة الحالية لأوميكرون أو الموجة الثالثة، دونك في خلال الأسبوعين الماضيين بدأ واحد الانخفاض، كنعرفوا انخفاض في عدد حالات الإصابة بأوميكرون، ولكن ما نلاحظه هو رغم الانخفاض في الحالات هناك تسجيل حالات يعني خطيرة ودخول مرضى لأقسام الإنعاش وتسجيل وفيات، حيث أننا نقدر نقولوا في خلال 24 ساعة الماضية ومع الأسف كانت هناك 75 حالة جديدة في أقسام الإنعاش و35 حالة وفاة جديدة. وبالتالي اللي نقدر نقوله هو أن هناك تحسن في انتشار الوباء ولكن استمرار في الحالات الخطيرة، مما يفرض علينا وعلى المواطنين الاستمرار في الالتزام بالتدابير الوقائية والتباعد، وكذلك يعني غسل يدين ومواصلة التلقيح.
طيب دكتور، على الرغم من المجهودات المبذولة من أجل التحسيس بضرورة استكمال عملية التلقيح في أفق بلوغ المناعة الجماعية وتعزيز المكاسب التي حققتها المملكة في مواجهة هذا الوباء، هناك تدني في معدلات التلقيح خصوصا فيما يتعلق بالجرعة الثالثة. كيف يمكن إقناع المتخوفين والمترددين بأهمية التلقيح في ظل هذه الظروف؟ نعم، هو خلال هذه المرحلة الأخيرة ومع الأسف سجلنا واحد العزوف عن تلقي الجرعة الثالثة أو الجرعة المعززة للقاح، اللي هو كيشكل بالنسبة لنا واحد الخطر كبير على يعني على كل المجهودات اللي بذلتهم كل من السلطات العمومية والسلطات الصحية والبلد ديالنا لتوفير لقاح للمواطنين. اللي نقدو يعني نقوله هو أنه ومع الأسف الحالات الخطيرة وحالات الوفيات اللي تسجلت راه اكثر من 70% منها هما اناس اللي ما تلقاو حتى جرعه، لا يعني حتى جرعه من اللقاح، وواحد 20% سواء تلقاو الجرعه الاولى او الجرعه الثانيه. يعني اللي كيعطينا اهميه اللقاح في محاربه هذه الحالات الخطيره، محاربه الوفيات، وخصوصا الجرعه الثالثه المعززه. هذه الجرعه هي اللي كتعزز مناعه الاشخاص ديال يعني الملقاحين، وكتحميهم من انتشار يعني من انتشار الحالات الخطيره. هذه من جهه، ومن جهه واحده اخرى يعني نهيب بالمواطنين والمواطنات يعني بالتوجه لمراكز التلقيح، لان الحمد لله مراكز التلقيح موجوده منتشره في جميع المراكز الصحيه، في مراكز خصصت يعني لهذا الغرض خارج المؤسسات الصحيه، في الاسواق، في يعني التلقيح هو موجود وقريب للناس جميع، وهو كيحمينا وكيحمي خاصه يعني للناس اللي كبار، الناس اللي مرض يعني امراض مزمنه اللي هما حياتهم معرضه للخطر. واخا الانسان يكون هو صغير او لا يعني ما يعني كيحس براسو انه لا يعتبر من الفئه المعرضه للخطر، الا انه بالتلقيح ديالو راه كيحمي المواطنين، وهذه مسؤوليتنا يعني جميع اننا نحافظوا على المواطنين ديالنا ونحافظوا على بلادنا. الدكتورة سيام أيتا حماد، رئيسة خلية الأوبئة بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بخنفرة، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. قافلة طبية متعددة التخصصات حطت الرحال بالمنطقة القروية بئر نصر بإقليم بن سليمان من تنظيم المنظمة الكشفية أشبال المغرب فرع بن سليمان. القافلة تضمنت عملية للتبرع بالدم. فتح أمغار وعشور بن مسعود. بخطى ثابتة توجه هؤلاء المرضى نحو المركز الصحي القروي بئر النصر الذي يبعد عن مدينة بن سليمان بأربعين كيلومتر، مركز عرف تواجد قافلة طبية متعددة التخصصات قدمت فحوصات وإرشادات طبية للمرضى الذين هم في أمس الحاجة إلى مثل هذه المبادرات. محتاجين بزاف يم، محتاجين بزاف، لأن احنا دابا بالبادية والناس باعين باش يمشيو للطبيب يدوزو ويمشيو هذا ويرجعوا، والوقت عيانة ما جاو هنا متعاونوا معنا الله يجعل ربي يجازيهم. متطوعين الفريق الطبي جينا اليوم باش نكشفوا على الامراض المزمنه اللي كيعانيوا منها هاد الناس، ونوجهوا الناس ونحاولوا ما امكن اننا نتبعوا معاهم. عندهم مشكل ديال الولوج للمؤسسات الصحيه. مبادره اجتماعيه شملت ايضا قافله التبرع بالدم بالنسبه للاشخاص الذين باستطاعتهم التبرع بدمهم لانقاذ حياه اخرين من المرضى. جينا باش نتبرع بالدم اللي هو واحد الحاجه ايجابيه، واحد الحاجه زوينه، وكيكون عندك فيها الاجر، وكتكون يعني كاين الناس بزاف محتاجين الدم اللي خاصنا نتعاونوا معاهم. هذا واجب ومزيان نعطيو الدم باش نساعدوا الناس اللي مختصين محتاجين لهذا الدم، وهذه بادره طيبه. جبنا التبرع بالدم باش يجيو يديروا التبرع بالدم، هكا يقدروا يديروا يعني التحاليل، وفي نفس الوقت يديروا يعوضوا هذاك النقص اللي عندنا في بنك الدم في بن سليمان. اقبال مهم عرفته القافله الطبيه هنا بمنطقه بئر النصر باقليم بن سليمان، تكرس في بعدها الانساني لذاك التكافل والتضامن الاجتماعي. في الشأن الاجتماعي ومن أجل شرح وتفصيل مستجدات مشروع الحماية الاجتماعية
حرصت غرفة الصناعة التقليدية بجهة قلميم ودنون على تنظيم لقاءات تواصلية مع شريحة الصناع والحرفيين بمجمل ربوع الجهة لبسط معالم هذا الورش الاجتماعي الملكي. حافظ محدار وجمال الخصاصي. داخل ورشته الحرفية يسارع هذا الصانع التقليدي الزمن لإعداد طلبيات زبنائه من مصنوعات تأثرت إنتاجيتها في السنتين الماضيتين نتيجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، أزمة لم يخفف من وطأتها سوى مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك، وهو الورش الذي حمل الخبر السعيد لممتهني مختلف الحرف التقليدية. أغلب الصناع التقليدي من يسعوا هذا الخبر ديال المشروع الحماية الاجتماعية فرحوا بهذا المشروع اللي كيستهدف غير واحد العدد ديال المسائل اللي كانت كيعاني منها الصناع التقليدي، وخاصة في التغذية الصحية ومستقبل التقاعد اللي غتوفر للجميع الإمكانيات المتاحة لتوفير تقاعد ممتاز وتغطية صحية شاملة للجميع للصناع التقليدي وكذا الأولاد ديالو. كصانعة تقليدية فرحنا بهذا المشروع اللي دار سيدنا الله ينصرو للصناعي للحرفة الصناعة التقليدية، وغنستافدوا من التطبيب ملي الا مريض شي واحد، وغنستافدوا بزاف ديال الحوايج اللي غتحسن الوضعية ديالنا. ومن أجل بسط وشرح أهداف نظام الحماية الاجتماعية ومساهمته في ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعيين، كان هذا اللقاء الإخباري هنا بجماعة بطروش بإقليم سيدي إفني الذي دعا عددا من الفئات المستهدفة من تدخلات هذا الورش. هذا المشروع الملكي وفلسفته ومبادئه ونبسط للحرفيين وللصناع، نحن كمكتب دراسات أهمية هذا الورش والذي يجب أن ينخرط فيه جميع المغاربة، لأنه ورش ملكي مهم جاء في سياق كذلك مهم، وأعتقد أن أهميته تتجلى بالأساس في مبادئه الكبرى. لقاء ينضاف لحزمة من المحطات التواصلية التي تتوخى أساسا تقاسم المعطيات والمستجدات الخاصة بنظام تعميم الحماية الاجتماعية الذي يعد ورشا متكاملا حدد مجموعة من الإصلاحات تتصل بتعميم التغطية الصحية الإجبارية وتعميم التعويضات العائلية وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد. ومن قلميم نربط الاتصال المباشر مع السيد فرجي فخري رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة قلميم ودنون. مرحبا بك سيدي. إذن ما هو السياق والهدف من تنظيم هذه اللقاءات على صعيد جهة قلميم ودنون؟ شكرا على الاستضافة قناة الأولى على استضافتنا كرئيس غرفة جهة قلميم ودنون. احنا في هذا التنزيل في إطار تنزيل هذا الورش الملكي، احنا باسم جهة قلميم ودنون راه فرحانين بهذا الورش الملكي، بأن جهة قلميم كتهم وتهم شريحة كبيرة من الصناع والصناع المهنيين كيشكلوا تقريبا 15,000 صانع وصانع مهنيين. احنا قامت غرفة الصناعة التقليدية بتحسيس هذه الشريحة، تحسيس في أربعة محاور، تحت أول بالتأمين الإجباري والتعويض على المرض، ونقطة ثالثة عن فقدان الشغل. شكرا. طيب سؤال ثاني أستاذ، ما هو الأثر المتوقع لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية على شريحة الصناع التقليديين بجهة قلميم ودنون؟ نتوقع بأن تنزيل هذا الورش الملكي سيعطيني أولا نظام الهيكل لهذا القطاع، ويعطي ثاني بعد الجائحة ديال كورونا يعطينا بالنسبة للصناع يعطونا ابتكارات ويعطونا في مجال في مجال الصناعه التقليديه يعطونا في جميع المجالات، بان هذا الورش هام جدا وكنصروا صاحب جلاله محمد السادس على هذا الورش الملكي بجهه قلميم ودنون. احنا فرحانين به كشريحه من الصناع التقليديين وكرئيس غرفه، احنا مخالطين فيه بشكل كبير. وشكرا.
السيد فرجي فخري رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة قلميم ودنون، شكرا لك على كل هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من مدينة قلميم. أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزتين أرضيتين بلغت قوتهما 4.8 درجات على سلم ريشتر صباح اليوم بإقليم الدريوش. وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن الهزة الأولى التي بلغت قوتها 4 درجات حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش ووقعت على عمق 10 كيلومترات في الساعة 7:17 و4 ثواني صباحا، فيما بلغت قوة الهزة الثانية 3.8 درجات وقعت على عمق 6 كيلومترات في الساعة 7:27 و7 ثواني. وبخصوص البطولة الوطنية الاحترافية، تعادل فريق الرجاء الرياضي مع فريق يوسفية برشيد في آخر لقاء عن منافسات الجولة 16 بهدف لمثله. التفاصيل مرة أخرى مع عبد الحق بهات. بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء اكتفى فريق الرجاء، اكتفى بنتيجة تعادل أمام فريق يوسفية برشيد الذي فاجأ الفريق البيضاوي بهدف مباغت ما غفلت بداية اللقاء. والموقع اللاعب سفيان سعدان بطريقة رائعة بعد تلقيه كرة من محمد بن حسين ومستغلا خروج الحارس أمير الحداوي. فريق رجاء مستغلا النقص العددي مؤقتا بعد إصابة أحد لاعبي فريق يوسفية برشيد سيتمكن من تعديل كف الدق 70 وسط اللاعب سفيان بجديدة، ليظل بذلك فريق الرجاء في المطاردة المباشرة للفريق الوداد الرياضي ب6 نقاط. ليس هناك من حلول كثيرة لخلق المبادرة وقلب الموازين، إنما أظن أنه أول لقاء بعد فترة التوقف. الوداد والجيش وكل الفرق وجدوا صعوبة في أخذ الطريق. لعبنا مباراة جيدة، نقطة مهمة نبني عليها إن شاء الله المباراة القادمة ببرشيد. نتمنى أن احنا نحصل على 3 نقاط في المباراة القادمة ونحافظ على مركزنا في البطولة. وبميدانه كذلك اكتفى فريق النهضة البركانية، اكتفى بنتيجة تعادل أمام فريق المغرب الفاسي ب0 لمثله في لقاء لم يرقى إلى مستوى تطلعات الفريقين الطامحين إلى لعب الأدوار الطلائعية هذا الموسم. إلى التذكير بالعناوين. جلالة الملك يجري اتصالا هاتفيا مع والدي الطفل الفقيد ريان الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر يوم الثلاثاء الماضي. أعرب فيه جلالته عن أحر تعازيه وأصدق مواساته في فقدان فلذة كبدهم. الحادث المأساوي للطفل ريان يخلف حزنا كبيرا وتضامنا واسعا مع أسرة الفقيد ويكشف عن وجه آخر من أوجه التآزر المترسخ بين المغاربة خلال الفترات الصعبة. الرفع من عدد الوحدات المتنقلة للتلقيح لتقريب العملية من الفئات المستهدفة كما هو الحال بمدينة الرباط. شكرا لكم على المتابعة وطابت أوقاتكم بكل خير.